السلام عليكم أعزائي، عندنا يونت 7 لسن 2، عندنا warnings to children، تحذيرات للأطفال. يقول لي talk about the pictures and work out the meaning of new words. يقول talk about، تحدث عن الصور، هاي الصور، تحدث عن هاي الصور، and work out، واكتشف the meaning، معنى of new words، معنى الكلمات الجديدة. طيب راح نشوف الصور ونشوف معنى الكلمات الجديدة. هنا عندي glass مكسور، broken glass، قدح مكسور broken. لاحظ هذا البروكن مال بريك، بروك، بروكن، بروكن تصريف ثالث مال فعل بريك يكسر، بروكن جلاس، قدح مكسور. ماتشز شخاط، علبة، أعواد ثقاب، ماتشز، تلاحظون أعزائي. ميديسن يمكن تلاحظوها بعض، خاف تدورون بالقواميس مثلا، ميديسن تجي كلمة طب، ميديسن، لكن هنا تجي معنى شنو؟ دواء. هنا دواء، ميديسن معناها دواء، حتى هنا مكتوب على الدواء. هنا إذا تلاحظون، هنا على الدواء أعزائي، اللي ملاحظته شوية دقيقة ويحب يقرأ، لاحظوا إيش مكتوب هنا. يقول 1 teaspoon، تي شنو تي؟ تي شاي، سبون ملعقة، يعني واحد ملعقة الشاي، ملعقة الشاي واحدة. 3 times daily. يقول تاخذ ملعقة مال شاي، ملعقة مال كوب شاي، 3 مرات باليوم، 3 مرات، 3 times daily. تلاحظون هاي اعزائي، هذا شنو؟ ميديسن، دواء. بالنسبة لهاي الصورة عندنا هاي بلاستيك باجز، اكياس بلاستيكية، هاي اكياس بلاستيكية. باج معنى حقيبة، هنا كيس، بلاستيك باجز، اكياس بلاستيكية، هاي قد توضع للنفايات او غير اغراض او حمل بعض الحاجيات، يعني حسب. بلاستيك باجز، نايفز، سكاكين، سيزرز، مقص. لاحظوا كلمة سيزرز اعزائي، سيزرز معناها مقص، لكن شوية تنطي معنى الجمع، لانه 2 سيزرز، يعني شلون بي، يعني شريحتين، هنا نايفز جمع، وهنا سيزرز، يعني هو مفرد بس يعطيك معنى الجمع، 1 سيزرز، مقص. بول، حوض سباحة. طيب يقول لي now answer these questions، والآن أجب على هذه الأسئلة. All the things in the pictures can be dangerous for children. يقول جميع الأشياء، in the pictures، في الصور، can be، يمكن أن تكون، dangerous، خطرة، for children، بالنسبة للأطفال. Which ones، أي واحدة، أي واحدة can make them sick. يقول أي واحدة من ذني ممكن، can make them، يمكن الذم ترجع عليه من أعزائي على الأطفال، يمكن أن تجعلهم sick، مرضى. إذا أنت تشرب من هذا الدواء وأنت، يعني هو ما مخصص إليك أو لقيته بالثلاجة، فش راح يصير؟ راح يصير sick، مريض. Can hurt them badly، يمكن أن تؤذيهم بشكل سيء، يمكن هاي الأشياء الجارحة أو هذه. Can kill them، يمكن أن تقتلهم أيضا، سكاكين مثلا، أو تقتلهم، هاي واحد طفل يخليها يعني على رأسه يختنق، أو حوض السباحة مثلا. يقول هنا read these warnings، اقرأ هذه التحذيرات، and match them، واربطها أو وصلها to the pictures، بالصور. هسه راح نشوف. One put that down. هنا أعزائي شوية عندنا خطأ، هذا المفروض يكون تي، بس انتبهوا لي على هذا موجود، لا صحيح تي بس شوية من بين، كان أشبه بالآر بس هو تي. Put that down، you'll cut yourself. هذا اي، تخلوا لي اياه على الاي، وين الاي؟ خلوا لي اياه على الاي، اللي هو شنو؟ عندنا النايفز والسيزرز، السكاكين والمقص. put them down، يقول ذني نزلهن على صفحة، put them down، خليهن على صفحة وانزلهن. you'll cut yourself، وإلا أنت سوف تجرح نفسك. 2 don't drink that، لا تشرب ذلك، you'll make yourself sick، لا تشرب ذلك، you'll make yourself sick، فإنك سوف تجعل نفسك مريضا. شنو هذا؟ C
السي اللي هو شنو الميديسين، ميديسين الدواء، ما مخصص لك انت ليش تشربه. زين 3 don't go to the in the don't go in the pool alone you'll drown yourself. لا تذهب الى حوض الى الحوض alone لوحدك، لا تذهب الى الحوض لوحدك you'll drown yourself فانك سوف تغرق نفسك. يقول شوف هذا يقول لا تروح وحدك اف ولا سوف تغرق نفسك. Don't play with the matches. لا تلعب بأعواد الثقاب. لا تلعب بأعواد الثقاب. هاي شخاطة. You'll burn yourself. إنك سوف تحرق نفسك. إنك سوف تحرق نفسك. أعواد الثقاب. أربعة بي. هذه أعواد الثقاب. بي. Don't touch those. لا تلمس ذلك. لا تلمس تلك الأشياء. اللي هي شين. You'll cut yourself. إنك سوف تجرح نفسك. أي. لا تلمس ذلك هذا الجلاس، لا تلمسه والا انت راح تجرح نفسك تنجرح. Don't put that on your head. لا تضع ذلك على راسك. You'll kill yourself. لا تضع ذلك على راسك فانك سوف تقتل نفسك. هاي دي اي بلاستيك باجز. لا تخلي على راسك والا راح تختنق وتموت. هنا يقول لي talk to your partner and check your answers. تحدث الى زميلك، انت وزميلك. talk to your partner. تحدث الى زميلك. And check your answers وتفحص أو دقق أو check your answers أجوبتك. صفحة 54 انتهت أعزائي، إلى اللقاء.